ها وقد خرجت المسيرة التي أعد لها خلال الأيام الماضية من قبل ميثاق الحراطين، توشح بالعلم الوطني ومشاركة لمختلف شرائح المجتمع الموريتاني في مسيرة راجلة عنوانها حقوق الحراطين. رئيس الميثاق محمد سعيد والهمدي اعتبر المسيرة وتلاحم أعراق المجتمع الموريتاني فجرا جديدا يبزغ في البلاد. إنهم الموريتانيين من كل ولاياتنا ومن كل مكوناتنا السوسيو ثقافية ومن كل الأعمار قد عبروا اليوم عن تعهدهم المصير في إصلاح هذا الإعلام. لقد تم في هذا اليوم بالذات تجسيد الاختيار الشعبي لصالح الإعلان عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين. مشاركة رؤساء أحزاب المعارضة لوحظ خلال المسيرة الراجلة، والذين أكدوا على ضرورة الانتصار لهذه الشريحة. وهل موريتاني اليوم يالتهم يعبروا كاملين عنهم جايين متضامنين مع هذه الحقوق ومطالبين بها ومؤكدين عن بلد مواطنين وكاملين، يسوى لونهم شنو، يسوى فئتهم شنو، ما عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات ونفس المكان لا خير فيه. المسيرة التي دعت شعاراتها للوحدة الوطنية والتمسك بميثاق الأحراطين كمرجعية، أمر التقى عليه الطيف السياسي. نحن جئنا هنا لنعبر عن تأييد حزبنا وتأييد كل الشعب الموريتاني لهذه المطالب العادلة. تنحت الأجندة السياسية إلى جانب في المسيرة الراجلة والتي شاركت فيها الفئات العمرية المختلفة، متوحدة خلف خطاب العدالة والسلم الاجتماعي. مسيرة الحراطين ووفقا للقائمين عليها أكدت على المطالبة بحقوق شريحة الحراطين والمحافظة على نسيج الوحدة الوطنية. الداهي عقوب، قناة المرابطون، نواكشوط.